من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معناها أصبح السيد الرئيس بالنسبة لي شفيع عند الآب. هو رئيس الكهنة، ورئيس الكهنة له عملين، عمل على الأرض وعمل في السماء. العمل على الأرض هو على الصليب، العمل الكفاري، وتمام عمله زي ما هو مكتوب في عبرانيين 8 ان هو خادما للأقداس السماوية. خادم هناك بيعمل ايه؟ لسه بيخدمني؟ اه بيخدم. خدمني هنا بموته وهناك بيخدمني بحياته. عشان كده اداني هذا التصريح الرائع اللي خليني اطمئن عندما اسقط او اضعف. قل يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. وان استثناء، وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار. هو يقدر ان يعين المجربين. بلاقي ليا سند في الظروف الصعبه، بلاقي ليا معين لما الضغوط تيجي عليا، الاقي سلامه بيملى قلبي، الاقي حد طبطب على كتفي ويقول لي انا معاك ما تخافش، انت مش لوحدك في هذا العالم، انا معاك، ها انا معك كل الايام، انا مش هسيبك في ظروفك الصعبة، أنا معاك في وسط الضيق، أنا معاك في وسط التجارب المحرقة، أنا معاك، أنا مش هسيبك، أنا هواصل معاك، أنا هسندك، أنا هشجعك، أنا هعزيك وسط الحزن، أنا هخفف عنك الألم وسط المرض. لكن في عبرانيين 4 يقول يقدر أن يعين، يقدر أن يهدي لضعفاتنا. هنا يعين المجربين، هناك يقدر أن يهدي لضعفتي. لما تشنكل الناس كلها تلومني والناس كلها تشنع بيا، وهو يقول لي طالما جيت واعترفت انا سامحتك. مش بس كده، ده انا بلاقي عنده رحمه ونعمه، الاقي رحمه تنقذني من العقاب اللي كان المفروض اخده نتيجه غلطي، ويديني نعمه عشان اواصل بيها المسيره وما ارجعش للضعف مره تانيه. لكن في اصح 7 يقول ايه؟ من ثم يقدر ايضا ان يخلص، يقدر ان يعين المجربين، يقدر ان يرسل ضعفاتنا، يقدر ان يخلص ايضا الى التمام، لانه ايه؟ رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السموات، اسمه يسوع مقامه ومركزه ابن الله. فلنتمسك بالاقرار. احبائي، هذا هو الرئيس الذي ينبغي ان تنحني له كل الجبال. ينبغي ان تسجد له كل الركب. ينبغي ان نعطيه كل المجد والاكرام، لانه سبق ودفع حياته نيابه عننا. هذا هو السيد الرئيس، شخص ربنا يسوع المسيح في اولى القابه في كلمه الله هو رئيس الخلاص. حد اختبره في اللي موجودين؟ اكيد اخوه واخوات اختبروه، لكن هل في نفس ما زالت لم تتمتع برئيس الخلاص في هذا الليل؟ هو موجود معنا بالإيمان نثق في هذا؟ موجود. إن كنت محتاج تعالى له وقول مع المرنم عند الصليب بركة عندك، بتأمل في جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي وعارف إني شفائي وخلاصي ونجاتي وإنقاذي فيه.